إذا قررت التوجه بالسؤال لجماهير الزمالك عن الأمنية التي ينتظر الملايين تحقيقها، فإن الإجابة الوحيدة هي التتويج القاري. الزمالك يبحث عن لقب قاري جديد يساهم في عودة الفريق لمكانته على الساحة الإفريقية، بطولة ستساهم في عودة الأمجاد. الصعود على منصات التتويج هدف جديد لكل جماهير الزمالك، وهو هدف الجهاز الفني واللاعبين. الكل ينتظر على أحر من الجمر مواجهة أبو سليم الليبي في افتتاح مباريات دور المجموعات، ضربة البداية بالنسبة للزمالك. ولأن التاريخ لا يمكن إنكاره، فإن آخر مشاركات الفارس الأبيض في الكونفدرالية تحمل الكثير من الذكريات السعيدة. في 26 من مايو كان الموعد إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الذي جمع الزمالك مع نهضة بركان المغربي. وقتها حقق الزمالك الأحلام واقتنص اللقب وسط دعوات الملايين. في انطلاقة الزمالك خلال بطولة 2019 لم يجد أي صعوبة، فاز على القطن التشادي ذهابا وإيابا، ثم تأهل على حساب اتحاد طنجة المغربي. وفي دور المجموعات لم تكن البداية الأفضل، لكن الزمالك عبر إلى ربع النهائي بعدما تفوق على جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي، وصعد الزمالك متصدرا للمجموعة. في ربع النهائي كان الموعد مع حسنية أغادير المغربي. تعادل الفريقان سلبيا في المغرب قبل أن يفوز الزمالك في الإياب بهدف وحيد، هدف كان كفيلا بتأهل الفارس الأبيض ليواجه النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي. الفوز بهدف في القاهرة كان كفيلا بتأهل الزمالك للنهائي بعد التعادل السلبي في تونس. وفي النهائي حقق الزمالك ما أراد، خسر ذهابا من نهضة بركان المغربي بهدف وحيد قبل أن يفوز بنفس النتيجة في الإياب، ثم كانت ركلات الجزاء لتذهب البطولة أخيرا للأوفياء. وفي النسخة الحالية يشارك الزمالك بطموح واحد من أجل أن تبتسم السماء.